وصلنا إلى فقرة الاستضافة وضيفتنا اليوم رائدة الأعمال اليمنية أسماء المخلافي. أهلا وسهلا فيك معنا أسماء اليوم. أهلا فيكم إن شاء الله. نورتينا أسماء. بداية نحب نتعرف عليك، من هي أسماء المخلافي وما هي قصتها في ريادة الأعمال؟ أنا أسماء المخلافي، مديرة مدرسة الجيل العربي الحديث في ماليزيا، مدرسة عربية دولية في ماليزيا، فيها العرب والأجانب. هذه اللي جميل. طيب بدايتك كيف كانت مع هذا؟ كيف بدأتي؟ بدأت في ماليزيا رحلتي، هي كانت أولاً فتحت حضانة أفريل. بعد ما تخرجت من الثانوية أجيت إلى ماليزيا ففتحت حضانة صغيرة مصغرة، فبعدين رحت أشتغل في مدرسة لغة عربية في معهد لغة عربية. بعد ذلك انتقلت إلى مدرسة جديدة لسه كانت فاتحة، فتوظفت سكرتارية، وخلال شهرين حققت نجاح فنقلتني وترقيت إلى نائبة مديرة. فكان العمل أنه نائبة مديرة قادرة أن تكون تدير مدرسة وكذا، فليش ما أنتقل إلى مدرسة أخرى؟ فانتقلت إلى مدرسة أخرى وكنت مديرة، من أستاذة إلى سكرتيرة إلى نائبة مديرة إلى مديرة. فبعد ذلك اشتريت المدرسة اللي كانت في الآجل بالتقسيط، واشتريت المدرسة بالتقسيط وكملت، وكنت بعدين بالأخير إن مديرة مدرسة وصاحبة عمل، صاحبة المدرسة، مالكة المدرسة. رائع، هذا كله في هذا العمر الصغير. طيب إيش هو مجال دراستك قبل كل هذا؟ البكالوريوس كانت إدارة أعمال، الآن أحضر الماجستير في إدارة المشاريع. جميل جدا. طيب في هذا المجال أو في مجال ريادة الأعمال، هل هناك شخصية تركت بصمتها عليك وتأثرت بها؟ كان والدي هو مهندس مدني، وهو كان قائد في هذه المشاريع، مشاريعه هو يعني البنايات وهذا. فكان عندي طموح كيف القائد هو اللي يصدر الأوامر، يوجه الطريق، فكانت تتطور عندي الفكرة. فبعدين سبحان الله لما اشتغلت الحضانة والمدرسة كونت هذا الشيء. إذن الإدارة والقيادة تجري في دمكم. طيب عائق استطعتي تجاوزه في مسيرتك هذه؟ العائق الأكبر أنه أمتلك مدرسة، والحمد لله. وكيف تجاوزتي؟ كيف امتلكتيها؟ عادك تدفعي الأقساط ولا؟ لا الحمد لله خلصت. هي كانت مدة العقد انه انا بشتري هذا المدرسة بس بيعطوني مجال خلال السنة الدراسية اللي هي 9 أشهر اقدر اقسط المبلغ. فالحمد لله كملت السنة وقسطت المبلغ، وفي هذه السنة فتحت الفروع الجديدة واكبر المدرسة الان. واو جميل. طيب هل كان اختيارك لماليزيا العمل في ماليزيا صدفة ام يعني هناك سبب معين؟ هي كانت فرصة وليس صدفة، هي كانت فرصة إنه من خلال هذه السنوات اللي كنت أشتغل فيها وأدرس وخلال تعاملي وعلاقاتي مع الناس، لما شفت الناس إنه في علاقات، إن هذه العلاقات هي ممكن تكبر المشروع وممكن تنجح المشروع، فكانت هي فرصتي في ماليزيا الأكبر. طب أنت حصلتي على فرصة كبيرة مثل هذه، إيش الفرص اللي تقدميها للمرأة للنساء اليمنيات حولك في ماليزيا؟ طبعا احب الكادر كله يكون يمني عندي، وذلك دائما اليمنيين لهم الاولويه. عندي مدرسين من فلسطين، من العراق، من سوريا، بس دائما احب اعطي فرص زي ما انا اخذت الفرصه الاولى لما اشتغلت سكرتاري وانا لسه ادرس في البكالوريوس. فالان اي استاذه متخرجه من الجامعه عادها لسه حتى ما عندهاش خبره، فاحنا نعلمها واشوف ان عندها همه ممكن اخليها اعطيها الفرصه لتكون ناجحه في عملها. تحسين مثل الدين يعني؟ تحسين مثل الدين؟ أيوة أحب. جميل. أيوة أحب أعطي فرص للي هم بالبداية زيي مثلا، لأنه ممكن أكون أني بداية لهذه الفرصة لهذه الإنسانة. جميل جدا. خاصة طيب المرأة. لو رجعنا تكلمنا بشكل عام، كيف تقيمي وضع المرأة اليمنية في المهجر والفرص التي تقدم لها؟ يعني إذا ما تكلمناش عنك تكلمنا عن الفرص اللي تقدم لها. هو الإنسانة هي دائما يكون معاها فرص، إذا هي تحب الشغل ما فيش أحد يجالس في البيت ويشي فرص شغل لا عنده. دائما الإنسان هو اللي يبحث عن الفرص، يقدم هنا، يشتغل، يسوي له حاجة، مشروع صغير. يعني إذا كان هي تفكر إنه لازم تسوي مشروع هي قادرة. طب مش كل الناس يقدروا يبدأوا بمشروع؟
في ناس اللي هم ما يقدروش، يعني دائما اللي محصل البنات دائما اجلس اشجعهم على مشروع، في بعضهم يقول لا انا ما اقدرش اتحمل المشروع، ما اقدر ادير ما. طيب اذا انت ما تقدري تديري وما خلاص ابداي بالستيب باي ستيب، يعني ابداي بالخطوات الاولى. انا مش على طول وقعت مديره وعلى طول امتلكت مدرسه، اول شيء عملت لي حضانه صغيره، بعدين استاذه بمبلغ زهيد جدا، بعدين يعني اتعلمت. واحد يتعلم فهو يروح ويدوروا العمل، يشتغلوا، يتعرفوا على الناس، ياخذوا افكار، يخرجوا الى الناس، يشوفوا الحوارات بينهم، يعملوا علاقات، بعدين تجي المشاريع. طب تعتقد انه في فرص كثيره للمراه اليمنيه خارج اليمن وهي تضيعها؟ ايوه، في كثير يمنيات يعني يشتغلوا بمكان اما انهم ما يتحملن شو الضغوطات، يتنرفزن بسرعه، يخرج من الشغل، لكن اللي تحب العمل وتحب تسوي لنفسها عمل ومشروع لازم إن تصبر، لازم إن الضغوطات هذه والأشياء اللي تضغط عليها لازم إن تتجاوزه علشان تسوي له مشروع خاص فيها، أو علشان تترك لها بصمة في المجتمع إما في الداخل أو في الخارج. جميل. طيب بالتالي وكم رأى يمنية، وأحط خطين تحت امرأة وثلاثة خطوط يمنية، ما هي الصعوبات التي واجهتها كونك خارجة من بلد في حرب ومستقبل غامض؟ هي صعوبات كثيرة يعني ضغوطات كثيرة، لكن يعني هي ما فيش حاجة محددة، بس إنه كوني كامرأة يمنية في البداية تحسي في تشجيع من الناس إنه أوه والله صغيرة ومعاها مشروع وخلاص أنا بدعمك، بجيب اثنين هذول العيال يدرسوا عندك، وهذيك خلاص أنا بدعمك بجيب اثنين بنات يدرسوا عندك، إلين كبنتي هذه المبنى هذا الصغير لك، يعني تكوني سيدة نفسك في مشروعك الصغير. جميل. طيب هل شعرتي يوما بالفشل أو الرغبة في ترك العمل يعني في ظل الصعوبات التي واجهتك؟ في حياتي إنه إذا في صعوبة أو فشل ما فيش الحمد لله لحد الآن، ولا بيكون في إن شاء الله، لكن في حياتي ما فيش حاجة اسمها أني لازم أتوقف عن العمل أو لازم أنني أترك العمل، هذه الحاجة يعني ممنوعة عندي أو ممتاز. كلمة مش موجودة في قاموس حياتي، إنه حتى لو في صعوبة أو في فشل أو في أي ضغط لازم أنني أتعدى هذه المرحلة وأطلع الدرج إلين أوصل إلى المكان اللي أشتيه. جميل. طيب لو أقول لك تقارني بين الفرص التي يحصل عليها رائد الأعمال مقابل الفرص التي تحصل عليها رائدة الأعمال سواء في اليمن أو خارج اليمن. داخل الفرص اللي يحصلها رائدة الأعمال أشوف أنها أكثر من الفرص اللي يحصلها رائد الأعمال، إنه ليش؟ المجتمع صار يشجع المرأة، فيمكن الرجال قد هو مظلوم بهذه الأيام ما أعرفش. هذا تقييمك ربما. طيب الآن نرجع شخصيا نتكلم عنك، أنت تحضري الآن لدراسة الماجستير، كيف تستطيع التوفيق بين دراستك وعملك؟ هي صعبة لكن عندي إصرار وعندي عزيمة، لازم أخلص إن شاء الله بعد الماجستير أدخل الدكتوراه، أحب إنه يكون واو. مديرة المدرسة الدكتورة أسماء المخلافي. عشان اللقب ده؟ عشان اسم دكتورة ولا أسباب أخرى؟ لا يعني مش علشان اللقب بالذات، بس إنه كل ما يكون الإنسان معه شهادات أكثر، كل ما يكون معه خبرة أكثر، وكل ما كان المشروع أكبر. جميل جدا. طيب هواياتك وكيف تقضي وقت فراغك إلى جانب دراسة الماستر والإدارة؟ هواياتي إنه أقرأ، يعني القراءة دائما حتى في أوقات فراغي أي شيء ضروري أقرأ، مش قراءة روايات ومدري إيش، يعني هي الروايات مفيدة بس أحب أقرأ في حاجات في عملي، لازم كيف أبدع، كيف أسوي، كيف أخلي مدرستي أحلى من المدارس البقية، كيف أسوي أشياء مش موجودة في المدارس البقية، دائما أطمح إنه كيف أكبر المدرسة حقي، هذه هوايتي المفضلة إنه كيف أكبر المدرسة. جميل. طيب كلمة توجهيها للمرأة اليمنية؟ أحب أقول للمرأة اليمنية إنها قادرة على صنع قرارها لنفسها، فحتى لو عندها مثلا دخل من الأب من الأب من من الأب من الأخ من العم من أي إنسان، حلو لما تسوي مشروع لنفسك، وحلو لما تثبتي نفسك وتكوني سيدة نفسك وتصدري القرار أنت، ما يعني تكونش سيدة حاولي نفسها إنك إلا بالاستقلال المادي. بالضبط. إذا توافقنا. طيب طموحك أسماء بعد 5 سنوات إيش تشوفي نفسك؟ صاحبة أكبر مدارس، سلسلة مدارس في العالم إن شاء الله. رائع جدا. أشكرك جزيل الشكر أسماء، أتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله. شكرا لاستضافتكم. شكرا لك. أهلا وسهلا، مع السلامة.